أولى محطاتنا زينب لليوم رح نبداها بعالم الطفولة، هذا العالم الواسع. هلأ مع بداية فصل الدراسة والعام الدراسي رح نشوف كيف فينا نحبب أطفالنا بالمدرسة وأيضا نغرس فيهم واجباتهم أيضا المنزلية. زينب، أكيد يعني شفنا أنه الطلاب بعد كتير تأجيل من المدارس هلأ التزموا، صار عنده الالتزام، بلشت نسبة الدوام بعد أيام من عودتهم للمدارس ترتفع ليصير تقريبا كامل نسبة الدوام، وبلش التحضيرات طبعا لعام دراسي جديد بالوظائف بالواجبات. هذا الشيء يمكن اللي بلش يتململ منه الطلاب، بعض الطلاب مو كلهم. اليوم رح نحكي كيف فينا نساعد الأهالي لنحبب الطلاب بوظائفهم بواجباتهم للالتزام بوقت الدراسة مع أخصائية تربوية بيان العيد. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك بيان. بالبداية نحن دائما مواضيعنا عن الأطفال موسعة جدا، ولكن خلينا اليوم نحكي في أطفال، أو في مو كتير أطفال، هم شوي كبار، بيكرهوا فائت الصبح والروحة على المدرسة، أحيانا بيسهروا بالليل وما وصعب كتير يفيقوا الصبح. فقديش هون المسؤولية تقع على عاتق الأهل بأنهم يعودوا ابنهم أنه ينام بكير، او مثلا ممكن يحببوه بالشيء اللي هو عم يعمله مستقبل، اي شيء يقدروا يحكوا له اياه. يعني يسعد صباحكم اول شيء، يعطيكم الف عافيه. اول شيء بدي اقول على كلمه الملل يلي ذكرتوها، هو هذا شعور طبيعي بتشعر فيه النفس البشريه. يعني اطفالنا اول شيء كانوا فرحانين، مثل ما بيقولوا لكل جديده بهجه، فرحوا لانه مشتاقين للمعلمات، مشتاقين لاصدقائهم، فاتوا خاصة بعد التاجيل. تمام، بقى فاتوا فرحانين. يعني هلا حسوا انه بلشت الشغله تصير بلش جد. جد صار في وظائف، صار في عنا التزامات، بعد شوي بيقولوا لنا في مذاكرات. هذا الشيء طبيعي والاهل ما يتوتروا فيه، لانه النفس البشريه هيك طبيعتها. انت اليوم كانثى كسيده تشعري انه انا مثلا عندي عمل خارجي، برجع انا ام، انا زوجه، انا عندي التزامات، هذا كله الضغط، هذا كلياته بيشعرك بالملل. يعني بالتالي لابد منه، لانه نحن ما بنحب القيود، وبالتالي نحن ما نقيد الطفل كثير، لانه كثر القوانين وكثر القيود هو اللي بخليه يشعر بالملل ويشعر بالنفور. اي نعم، نحن بدنا نوصل الطفل للاستقلاليه، بس بدنا نوصله اياها ايدنا بايده، ما بدنا نوصله اياها بطريقه الفرض وبطريقه الاوامر لحتى ما يمل ولحتى ما ينفر منه ومن المدرسه بعدين. اكيد بيان، يعني كنا عم نحكي عن موضوع فعلا هو شائع جدا، وخاصه هلا إضافة لضغط وتعصيب الأهالي لما بدهم يدرسوا أولادهم، كمان الأهالي عندهم ضغوطات حياتية، ضغوطات اقتصادية، فبتحسي إنه ما عاد في بال طويل مثل زمان. صح. على التدريس. صح. كيف فيهم الأهالي أو الأم تخصص وقت لإلها حتى تقدر تعلم أولادها؟ نحن بنعرف هلأ ما كل الأمهات يعني كمان بتعرف تعلم أولادها. صح. في أوقات مناسبة لهالشيء؟ طبعا. هلا اول شيء نحن دائما بنتوجه لهم انه انت ما تعيشي حالك بازمه اسمها ازمه التدريس وازمه الوظائف، لانه لما انت بتعيشي حالك بالضغط النفسي انت بتنقليه لطفلك. بتلاقيها مثلا بعض الامهات على التليفون بتحكي مع رفيقتها، والله عندي تدريس، والله مالي فاضيه، مضغوطه. انت لما تعيشي حالك بهالازمه نقلتي باللاوعي هذا الشيء لطفلك، بالتالي هو حس انه الوظائف عبء وانه الوظائف هم، وبالعكس يعني هي سلسله متابعه للي هو عم ياخده بالمدرسه. ثاني شيء دائما بنقول خفض سقف التوقعات شوي. يعني كل ام عندها معرفه بالقدرات تبع طفلها، طبعا بتلاقي مثلا الام تعرف قدرات طفلها نوعا ما متوسطه، بتساليها شو حابه انه يطلع ابنك، تقول لك اكيد دكتور او اكيد مهندس. طب توقعي له الشيء اللي هو بيناسب قدراته. بالتالي ما ننسى انه نحن بالمجتمع بحاجه كل الافراد، الطبيب، نعم، المهندس، التاجر، العامل، كلياتنا ايد واحده لحتى نقدر نبني المجتمع. صح. الشغله الاخيره، حاولي انه انت يكون في وقت ممتع بينك وبين طفلك. لما انت بتضلي كأم انت ضاغطتي بالدراسه وبس وقت الدراسه، انت بتبلشي بقى يصير علاقه نفور بينك وبينه، وهذا بنسميه بالتربيه خط احمر. يعني ما لازم تخلي موضوع الدراسه ياثر على علاقتك بينك وبين ابنك. حاولي تخلي دائما في اوقات للعب، في اوقات للمرح، في اوقات لانه نحن نطلع مع بعض، لانه نحن نتفرج على التلفزيون مع بعض. لما تكون العلاقه طيبه بتلاقي ابنك نوعا ما هو بيستجيب، لا لانه انت تسالي له انه هلا صار وقت الدراسه. نعم. يعني بيان ايضا في مشكله بيعانوا منها الاهل زينب، حتى بيقولوا انه والله بيجي من المدرسه
بده يعني اقعد معه لانه درسه او يعني يكتب وظايفه، يعني ما بيدرس حتى لو امه ما درسته غير اذا قاعده امه حده. هالموضوع كمان يمكن مشكله كثير كبيره، لانه احيانا الام تكون مشغولة بتحضير الأكل، بيكون مشغولة طبعاً بشي تاني، يعني هي ما أنا فاضية له 24 ساعة ممكن تشيك عليه. ولكن قد مهم أنه هي تعلمه الاستقلالية في في أكيد أنه يكتب وظائفه أي شيء حتى بحياته اليومية. طبعا الاستقلالية هي بقى فتنا على شيء اسمه انسحاب تكتيكي. تمام. هذا المبدأ أنت بدك تبلشي مع طفلك من هلأ. نحن ببداية عام دراسي، يعني كتير حلو من هاللحظة تبلش الأم مع ابنها. أنا بالأسبوع الأول أنا بكون معك كاملة متكاملة، لبين ما ياخد على الكتب، ياخد على أسماء هون، ياخد على الدفاتر تبعاته، لبين ما يقدر يميز هذا الشيء، ياخد على طريقة الأنسة بإعطاء الوظائف. الأم كانت معه مرحلة بمرحلة، هذا مسميه تدريب الأسابيع. نجي بقى للأسبوع الثاني، بالأسبوع الثاني بتبلش بقى هي تقول له مثلا جهز الكتب، جهز الدفاتر، أنا بجي تبلش تعطيه مسؤوليات خفيفة. نعم. تجي بقى بترافقه هون شوي شوي. نجي بقى للأسبوع الثالث، الأسبوع الثالث هو حفظ وهو تعلم، بلش تقلي له طلع وكتب وأنا بجي بشيك لك. أنت بقى هون جيتي بقى شيكتي هون، حملتي جزء من المسؤولية. متى ما انت شيكتي هون على الطفل تمام، عرفتي صح خطا، قومتي له الاخطاء يلي عنده. اذا كان صح انت بتاثني على الشغله اللي عملها، لانه انت هون عم بتشجعي، هذا مديح وصفي بنسميه، انت عم تشجعي على الشيء اللي سواه. بعد من الاسبوع الرابع ستوب، خلاص انت صارت هون مهمتك، لانه خلص يعني انا كنت معك خطوه بخطوه. اكيد بتعتاز اي شيء مني، شرح اي فقره اي شيء، انا بكون جاهزه وانا بقوم بواجبي. بس اما اني انا اكون معك من لحظه انك انت بدك تبلش دراسه اللحظه النهائيه، هون نحن بنكون بقى عم ناثر على شخصيه طفلنا. في شيء كمان لازم كثير نركز عليه، هو الابتعاد عن الاساليب الخاطئه بالتدريس. كيف يعني؟ يعني عندك الطفل بيدرس لانه بيخاف. الطفل ليش بيدرس؟ لانه بيخاف، اما خايف من اهله، او اما خايف من الرسوب، او اما خايف مثلا من المعلم تبعه مثلا، او خايف انه ينقصوا علامات. هيك نحن بنكون شوهنا الفطره تبع التعليم عند الاطفال. يعني صح. الطفل صار عم يدرس لدافع الخوف. لما الطفل بيدرس لدافع الخوف بتصير عنده شعور بانه انا لازم يا اهرب يا لازم دافع عن نفسي. لما هو بده يهرب او بده يدافع عن نفسه بصير الدم بيتدفق، الغني بالاكسجين بيتدفق للارجل وبيتدفق للايدي، وبالتالي هذا الدم اللي احنا بدنا اياه يتدفق للدماغ كرمال ياخذ علم صح، هو ما عاد عم يتدفق لمكانه الصحيح. صحيح. وبالتالي تشوهت فتره التعليم عنا، وما عاد الطفل يقدر يتفاعل معنا. اضافه لذلك في عنا مبدا الثواب والعقاب، دروس لاعطيك اكله طيبه، دروس لاخذك مشوار. هون الطفل صار عم يدرس ليحصل على شيء، ما عم يدرس لانه انا عن جد انا حابب ادرس، انا حابب طور حالي، انا حابب صير شيء بالمجتمع. هذا اللي نحن لازم يفتقد انه نحن نغرسه لاطفالنا من عمر صغير. يعني بيان عم تحكي قصص واقعيه جدا بمجتمعاتنا وعم بتصير بشكل كتير شائع، حتى الام تخفف توتر او جدال خلينا نقول بدها تختصر الطريق. خلينا نعرف اليوم مثل ما انت اعطيتي نصيحه بالمتابعه التدريجيه حتى حاله مسؤول كمان، ما بس انه اهله مسؤولين عليه. خلينا نعرف اليوم هل في طرق معينه ليكون يكتسب الطفل هذا العلم بشكل عميق مو بشكل سطحي؟ لانه احنا عم نشوف انه في كثير اطفال مثل ما قلتي بيحفظوا دافع خوف، دافع انه في مكافاه اذا نجحوا. بنفس الوقت ما كل الامهات على مستوى تعليم، نحن المناهج متغيره، ما كل الاسر قادره تجيب اساتذه خاصه طبعاً. وما كل الاسر بتمتلك يمكن الموبايلات حتى يتعلموا على عن بعد. أكيد. فخلينا أكيد. نحكي عن الطريقه العمليه خلينا نقولها. تمام. هلا دائما نحن بنقول في شيء اسمه فروق فرديه بين الاطفال، يعني نحن بنشوف في عنا اطفال فعلا هي قادره انها تحفظ المنهاج وتجيب علامات عالية، بس مثل ما ذكرتي في عنا أطفال نوعا ما بدهم دعم، بدهم مساعدة. هذا بيكون يعني الشغل على المعلم والشغل على الأم. كيف؟ بأنه نحن نقسم المفاهيم ونقسم المعارف للطفل حسب قدراته. يعني أنا لما أنا بكون أنا كمعلمة أنا عم بعطي بالحصة الدرسية، أنا بركز للأطفال أنه هاي المعلومة ضرورية وأساسية أنه أنتوا تحفظوها. وبالتالي بتلاقي كتير من الأطفال بيكتبوا هون هام هون حفظ، هاي المعلومة كتير حلوة هي خلينا نقول مساعدة من المعلم للأم أنه ركزي لطفلك على هالفقرة هاي مثلا. نجي بقى للمفهوم اللي بعده اللي هو بنسميه المفهوم هام أنه الطفل يطلع عليه. نعم. نجي بقى للمفهوم الأخير، المفهوم الثالث جميل أنه يطلع عليه، وبالتالي هو من باب الثقافة.
انت لما انت كأم بقى عم تفتحي انت هالكتاب بتلاقي هالاساتذه مثلا حاطين لك هالملاحظه هي، مثلا عندك هذا حفظ، عندك هذا هم، انت المفروض تعرفي هالتكتيك هذا، بانه انا معناتها لازم خلي ابني حتى انا ما اقعد معه مثلا لوقت طويل، خلي ابني يركز على هالسطرين او هالثلاث سطور مثلا المعلم تبعه كاتب له عليهم هم. لما انت بتعملي له هالتقسيمه هي والباقي الامور بتشرحيها بتتناقشي انت وياها، انت وطفلك بتتحاوري انت وياه عليها حوار، بالتالي هون صار الموضوع اقل عبء مما انه انا اقعد ويحفظ مثلا الصفحه كامله او يحفظ الدرس كامل يعني. نعم. ايضا قديش مهم يعني الدعم النفسي، يعني في كثير امهات بتقول لك انا مالي خلق يعني، او مالي خلق اقعد معه، اصلا ابوه ما بيقعد معه، انا مضطره اني اعمل كل واجبات المنزليه واخر شيء انا اقعد مع الطفل. واحيانا تنعته الام للطفل او هذا يا غبي مثلا، هيدا كثير كلمه مؤثره، او ممكن اذا كان متقدم خطوه بده يرجع 10 لورا. طبعا قديش مهم انه تتمالك اعصابها هيك يعني شوي صغيرة بلا هالكلمات القاسية اللي أنا كتير بسمعها من حتى من رفقاتي قاعدين مع أولادهم، يعني في كلمات ما نصح، لأنه الطفل كل ما بتوصفيه وصف سلبي هذا بضل بيتخزن عنده، قد ما تلاقي نتيجته مباشرة تقولي يعني خلص كلمة وطلعت مني. بعد اسبوعين ثلاث اسابيع بيصير الطفل هو بيوصف حاله هيك، مو انتوا عم تقولوا انه انا كسلان، خلص انا كسلان ما بدي ادرس، بلش يتخزن عنده شعور باللامبالاه، يعني انتوا عم تقولوا انه انا ما بفهم، ايه فعلا انا ما بفهم، نفس الصفه اللي انت بتوصفيه فيها وكل ما بترجعي بتكرري عليه خلص هو عم تنغرس عنده. طب خلينا نحن بدال هالوصف السلبي خلينا نحن نعزز بداله وصف ايجابي، من المعلم لطلابه، من الام لاطفاله، انت قادر، انت بتنجح، تمام. انت قد المحاوله، خلينا نجرب، ايدي بايدك. لما انت بتفوتي لعند الطفل بتعطيها الدافع هذا وبتعطيها الحافز هذا، تاكدي انه يعني كلياتنا اليوم بحاجه هالشحن الايجابي، صح، خاصه هلا يعني. تمام، لما انت بتفوتي بهالابتسامه هي على اطفالك يعني انت بتحسي حالك اعطيتيهم طاقه، لما انت بيمرق يومك بدون مشاحنات بدون مشاكل بتحسي حالك انه عن جد انت عم تبني بالبيت بناء سليم، وعن جد بتوصلي فيه باذن الله لنهايه يوم سعيد، اطفالك بيناموا مرتاحين وانت بتنامي رضيانه عن هذا اليوم يلي مرق كله سعاده. اكيد. بالتالي لازم نتذكر انه الاطفال ما لازم نحملهم ذنب الضغوطات النفسيه اللي نحن عم نمرق فيها، لازم نهديهم الابتسامه، نهديهم الكلمه الطيبه، نهديهم العبوطه العناء، لانه هذا كثير شيء مهم لإلنا ولإلهم. حتى أنت كأم اليوم لما أنت بتعاني طفلك أنت عم تاخدي من طاقته الإيجابية، 100%. هذا كتير شيء حلو، كتير نحن اليوم بحاجته كتير كتير، وإن شاء الله يقدر ينتشر يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بيان، يعني أنت عم تحكي على توكيدات الإيجابية وشحن الطاقات حتى للأطفال، ويمكن آخر الدراسات الحديثة بالتربية اللي ما كانت على زمان أجدادنا، هلأ صرنا نطلع نعرف كيف نتعامل. أهم شيء مثل ما قلتي الاستيعاب، هي طاقة الاستيعاب إن كان من الأم ولا الأب يتشاركوا بتربية الأولاد. خلينا نحكي عن الخطوات المفروض هلأ كل أم عندها ولد مثلا فايت جديد على المدرسة، عندها خوف من الكورونا، عندها هواجس، كيف ممكن أنه تتعامل معه، تحببه بالمدرسة، تحببه بكتابة الوظائف، يعني خطوة خطوة هيك نمشي معهم. هلأ أول شيء كونه نحن خايفين مثلا من الكورونا، كتير حلو أنه نحن نبلش مثلا مع الطفل. أول شيء نحن علمناه خلال هالفترة أكيد اللي قاعدة بالبيت أنه هو اكتسب قواعد النظافة العامة منه، علمناه يا هون نحن مثلا ممكن نصنع لوحة نحن وياه بأنه هو يروح ياخدها. الطفل أول ما بفوت على المدرسة بيكون في عنده هيك هاجز أو خوف أنه مين الأنسة اللي رح تجي لعندي، مين الأصدقاء، هل رفقاتي نفسهم السنة الماضية رح يكونوا معي. بقى هو لما أنت بتفوتيه على الصف ومعه هالمشروع هذا أو معه هالشغلة الحلوة اللي أنت مشتغلتيها أنت وياه، هو لما حيفوت بقى رح يشعر بثقة بالنفس. أنت هون رفعتي بقى مستوى الثقة بالنفس عنده، هذا كتير شيء حلو. فات هو شرح على الأنسة، شرح على رفقاته، وعرف أنه هو في شيء من إنجازاته صار موجود بهذا الصف، بالتالي شعر أنه أنا وهالبيئة الصفية في روح صار بيني وبينها.
بعد منا بلشي بقى انت معه بتجهزي القرطاسيه بالقدر المستطاع. عندي قدره انا بجهز له، انا ما عندي قدره انا بشرح له الوضع المادي. كثير جميل نحن اليوم نحط اطفالنا بصوره الاوضاع الماديه اللي نحن عايشين فيها. لما انت بتربي الطفل على هذا، على التربيه الاقتصاديه، حتى بتقل طلباته لانه الطفل متطلب، يعني بدي طبعاً وبدي وما بيحسب شيء. تمام، كل ما انت علمتي الطفل الوضع الاقتصادي اللي انت موجوده فيه، الطفل بيصير هو بيتعاطف معك وهو بيقدر. في اطفال بيجوا بيقولوا لك ماما بدك المكموره تبعي مثلا، انت بحاجتها. هون ساعتها انت بتشعري انه عن جد انا وصلت طفلي لبر الامان، وصلته لانه هو يقدر يتاقلم مع اي ظرف اقتصادي هو ممكن يكون فيه. انا عندي قدره بجيب، انا ما عندي قدره بستخدم من الشغلات اللي كانت موجوده عندنا. بتاعي نحن العام الماضي ما كملنا، بالتالي في عندنا دفاتر بعد قد قادرين نستخدمها، في عندنا قرطاسيه قادرين نحن نستخدمها، شناتي. تمام، الشناتي هذا كلياته نحن قادرين. في بعض الشغلات ممكن نحن نعملها تعديل يدوي بالبيت، نحن نزينها باعاده تدوير، وبالتالي هي بتطلع خلص بالنموذج اللي الطفل بيحبه، وانت فت بشيء جديد نوعا ما على على المدرسه. ما انت بتربي الطفل على التربيه الاقتصاديه، بالتالي ان شاء الله ايده بايدك ما بتعاني من اي ازمه. نعم اكيد، يعني بيان، نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبالنهايه بدنا نقول الله يحمي جميع الطلاب. آمين. آمين يا رب. وهيك دائما المراه السوريه هي شطوره، يعني دائما أكيد بتعيد التدوير، بتدبر امورها. أكيد. أكيد. يعني هيك الله يفرجها على الجميع كمان. آمين. بنقول شكرا لك يا بيان، يخلي لي اياك، يعطيكم الف عافيه.